يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات، ففي القاهرة العظمى 23 والصغرى 12، الإسكندرية 21 12، مطروح 19 12، بورسعيد 20 13، إسماعيلية 23 11، السويس العظمى ستكون 22 والصغرى 11، العريش 20 10، طابة 21 13، شرم الشيخ 26 15، الغردقة 26 14، الأقصر العظمى 32 والصغرى 11، أسوان 33 12، الوادي الجديد 32 11، شلاتين 32 12، أخيرا حلايب ستكون 30 والصغرى 13. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.